عشان نطمن على الفريق بشكل اكبر ونعرف كل الكواليس بقى وكل التفاصيل الخاصه بالاهلي قبل مباراه بكره، خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد من رئيس القناه الاهلي من مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا كريم اهلا بيك. اهلا بيك طبعا الزميل العزيز امير هشام، برحب بيك في البدايه، وكل التحيه ايضا كمان للزميل العزيز محمد سعيد، والشكر والتحيه لجمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله يكون سر النجاح غدا ان شاء الله. ان شاء الله يا كريم. طمنا كده على الاجواء، طمنا على كواليس استعدادات النادي الاهلي، الحاله الفنيه والبدنيه الخاصه بكل قائمه النادي الاهلي اللي اختارها مستر بيتسو موسيماني واللي اعلن عنها النادي بشكل رسمي. ايه الجديد عندك يا كريم؟ يعني زميلي امير في البدايه نقدر نقول من لحظات يعني خلاص انتهت ال 15 دقيقه المتاحه طبعا لكل وسائل الاعلام النهارده كما هو المعتاد في مقر النادي الاهلي بالجزيره، والتدريب الاخير لفريق النادي الاهلي. يعني لو بنتكلم على الحاله المعنويه والفنيه والذهنيه ومدى التركيز الكبير، يعني مش هنتكلم النهارده، لا هنتكلم الحقيقه من 48 ساعه الماضيه والتحضير الجيد جدا لبيتسو موسيماني وكل لاعبي النادي الاهلي. مباراه محتاجه تضحيات كبيره جدا، محتاجه انكار ذات كبير جدا، يمكن انتوا اتكلمتوا على الفرص واستغلالها، ويمكن ده الحقيقه اللي مركز عليه بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي من خلال التدريبات. انت عارف طبعا زميلي امير زميلي محمد فقرات تدريبيه متنوعه، يمكن الراجل مركز شويه على الحمل البدني في الايام الماضيه، لكن في نفس الوقت في اخر المران بيكون في فينش على المرمى، انهاء الهجمات، الكروسات، الشوتنج، ازاي نقدر ان احنا ندخل في المباراه بشكل قوي جدا. يمكن الراجل على طول من المحاضرات النظريه بيبدا على طول في التدريبات يركز على هذا الامر. عدد كبير من اللعيبه الحقيقه امير يعني في الفينش تحديدا كمان في التدريبات، لا واضح في تركيز كبير في هذا الامر. يمكن كمان مش عايز اذكر عدد اسماء من اللعيبه على قد ما هنقول كل اللعيبه، لا في تركيز كبير. انت عارف انصاف الفرص مهم استغلالها بشكل كبير طبعاً جدا في هذه المباراه، لان احنا مباراه العوده هتكون فيها صعوبه فنيا وايضا جماهيريا، لكن مش هنتكلم على هذا الامر على قد ما احنا عندنا ثقه كبيره جدا في جمهورنا ولاعيبتنا ان شاء الله في 90 دقيقه اولى ثم 90 دقيقه ثانيه، 90 دقيقه الاولى ان شاء الله باذن الله نخش في المباراه بشكل قوي جدا، نقدر ان احنا نحرز هدف واثنين وثلاثه. هي دي كره القدم، المباراه على حسب متغيراتها، ممكن تكون محضر بشكل جيد جدا، ممكن يكون الرجاء جاي بكامل النجوم، لكن المباراه يكون في صالح النادي الاهلي والتوفيق يكون في صالح النادي الاهلي، وده اللي بنعمله ان شاء الله يا امير. الحاله مطمئنه جدا، حاله اللعيبه الحمد لله. بالنسبه للحاله البدنيه عدد كبير من اللاعبين كنا عايزين نطمن عليهم في التدريبات، حمدي وطاهر وايضا كمان محمد هاني، كل اللعيبه الحقيقه يمكن اللي غابت الايام الماضيه عن التدريبات، وليد سليمان كمان وجوده في القائمه يمكن امر مهم جدا. انت عارف يا امير محمد يمكن بوسيماني واخد كل اللعيبه، لكن وليد سليمان قيمته كبيره جدا في هذه المباريات سواء خارج الملعب او داخل الملعب، حديثه الكثير جدا والمستمر مع لاعبي النادي الاهلي. الاضافه كمان ممكن مش بعيد وليد يكون في القائمه ويكون ليه اضافه، لان المباراه دي محتاجه الخبرات الكبيره جدا لفريق النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله باذن الله كل الظروف والمناخ والطقس والتحضيرات الكبيره والجهد الكبير الحقيقه اللي بذله مجلس اداره النادي الاهلي في التخاطب طبعا مع كل الجهات المعنيه والمختصه على العدد الكبير من جمهور النادي الاهلي اللي احنا بقى لنا فتره كبيره جدا ما شفناش عدد كبير من جمهور النادي الاهلي في المباراه الافريقيه. ان شاء الله باذن الله كل الامور دي تكون معانا 90 دقيقه اولى، يا رب تكون مناسبنا، وال90 دقيقه الثانيه يكون ليها حديث وكل حديث ان شاء الله في المباراه القادمه باذن الله. باذن الله. طب كريم سؤال ومش هطول عليك، انا عارف عشان خلاص الفريق هيستعد دلوقتي للمغادره والعوده من جديد الى المعسكر، هل بكره ممكن يكون في مفاجآت في تشكيل فريق النادي الاهلي ولا ممكن ما يكونش في مفاجآت؟ بدون التطرق لاسامي يعني، لكن في ظل وجود 25 لاعب في القائمه، عوده عدد كبير جدا من اللعيبه كانت غايبه الفتره الاخيره، هل ممكن تشكيله بكره يكون فيها اكتر من مفاجاه؟ يعني ممكن اضم صوتي لصوتك يا محمد، ويمكن كمان طريقه اللعب. انت عارف طبعا كل مباراه والبطوله الافريقيه تحديدا لها متغيرات كثيره ولها تكتيك ولها اسلوب ولها ايضا كمان بعض اللاعبين اللي بيطلب اكيد بيتسو موسيماني منهم تنفيذ بعض المهام او بعض الجمل طبعا المتفق عليها. لا نقدر نقول في لعيبه طبعا الراجل يمكن كان روتيشن خلال مباراه الدوري العام بيقوم بيه في ظل الضغط الكبير جدا من المباريات. يعني من خلال متابعتنا لا نقدر نقول ان شاء الله يكون في اضافات في التشكيل، طريقه اللعب كمان ان شاء الله باذن الله من اللي احنا شايفينه ولامسينه القراءه جيده جدا الحقيقة. البيتسو موسيماني قاري بشكل كبير جدا نادي الرجاء. انا بقول لك يا محمد طبعا ينقصنا التوفيق مع التحضيرات اللي احنا شايفينها ومع التركيز الكبير المعتاد طبعا المعروف على فريق النادي الاهلي، التوفيق لو معانا بالشكل المعتاد وبالخطه وبالاسلوب الحقيقه اللي بيتسو موسيماني شغال عليه مع فريق النادي الاهلي خلال الايام الماضيه، ان شاء الله باذن الله يكون مردودها في 90 دقيقه من صالحنا ان شاء الله. التركيز جيد، طريقه اللعب ممكن يكون فيها اختلاف كبير على حسب، يعني ممكن تشوف الشوط الاولاني بشكل الشوط الثاني بشكل، لكن الراجل قاري بيحاول ان هو يغير الشكل العام بشكل كبير، لان انت هيقابل منافس قوي جدا عنده
اهداف وعنده سرعات وعنده رغبه كبيره جدا وعنده لسه مباراه عوده. فان شاء الله باذن الله يعني املنا كبير جدا في ربنا سبحانه وتعالى يكون معانا ان شاء الله مع لعيبه النادي الاهلي ومع جمهورنا كمان اللي عليهم دور كبير. بناكد على دور الجمهور لان هي دي كره القدم. جمهور النادي الاهلي تحديدا في هذه المباراه بيكون ليه مفعول كبير وليه سر النجاح. فيا رب ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه تكون متالقه، كل اللعيبه تكون مركزه. انت عارف يا محمد زميلي امير لعيبه في معسكر مغلق لفرض مزيد من التركيز طبعا من الامس، ده امر مهم جدا. ان شاء الله باذن الله تكون المباراه مناسبنا، وبكره ان شاء الله باذن الله نقطع شوط كبير جدا في التاهل لدور ربع النهائي. طيب كريم قبل ما اختم معاك عايز اسالك بالتحديد عن محمد هاني، لان الاقاويل متضاربه بشكل كبير جدا عن يعني امكانيه لحقه بالمباراه او عدم لحقه بمباراه الغد. ايه يعني وقفنا على الحاله الحقيقيه في الجانب الطبي تحديدا والبدني ومدى جاهزيه محمد هاني لخوض لقاء الغد، حتى لو ما لعبش محمد هاني طبعا احنا عندنا كريم فؤاد ما شاء الله يعني ماشي بشكل اكثر ممتاز ولاعيب مبشر جدا ومهم قوي قوي، لكن عايزين نطمن جمهور النادي الاهلي محمد هاني جاهز للماتش ده ولا لا؟ وبرده في نفس السياق انت طمنتنا على حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر، لكن هل هم جاهزين بنسبه 100% برده ولا لا؟ بالتاكيد طبعا يا امير. طبعا محمد هاني واحد من الاضافات الجيده جدا واللعيبه المميزه جدا لفريق النادي الاهلي مع كريم فؤاد. لا محمد هاني الحقيقه الشغل الكبير اللي بذل من الجهاز الطبي خلال الايام الماضيه مدينا مؤشرات كبيره، وكمان يعني رؤيتنا في التدريبات يعني انت عارف التدريبات بنشوف بنحاول ان احنا نشوف التدريب للاخر، بنشوف التدريب انت عارف في الاخر بيكون في كروسات بيكون في تاكلينج بيكون في اشتراكات بيكون في سرعات. لا اطمنا على محمد هاني امس واول امس واليوم كمان النهارده واضح الجديه. محمد هاني بيعلن جاهزيته بكل قوه ان شاء الله لهذه المباراه. الدفع بيه طبعا من عدمه للرؤيه الفنيه لبيتسو موسيماني، لكن باكد لك محمد هاني جاهز فنيا وطبيا لهذه المباراه وكل اللعيبه، لان بناكد على التضحيات لازم يكون في تضحيات كبيره جدا في هذه المباراه. فيا رب ان شاء الله ال 11 اللي يكونوا موجودين ان شاء الله باذن الله ربنا يكون معاهم ونقدر نتخطى هذه المباراه الاولى والصعبه، والمباراه الثانيه ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي ويحجز تذكره التاهل لدور ربع النهائي باذن الله. زميلي العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي في مقر النادي الرئيسي في الجزيره، وكان متابع بالتاكيد اخر مران للفريق قبل العوده للمعسكر المغلق استعدادا لمباراه الغد امام الرجاء المغربي.